بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بداية بنرحب بالكابتن سعيد مرجان في نادي الفيصلي. كابتن سعيد، حسب تجربتك الرياضية وكونك حاليا لاعب جديد في نادي الفيصلي وصرت من أبناء النادي الفيصلي، إن شاء الله تكون تجربة لك مفيدة وإن شاء الله ربنا يوفقك. شو بتحب تحكي للجماهير الفيصلوية وشو بتحب توعدهم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا تشرفت أن أكون مع النادي الزعيم نادي الفيصلي. إن شاء الله بوعد الجماهير أكون عند حسن ظنهم وما أخيبهم. إن شاء الله سنة 2020 تكون مليئة بالأفراح لنادي الفيصلي ولجمهوره، وإن شاء الله أبيض وجه النادي وأكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. إن شاء الله رب. سعيد مرجان، أول يوم جيت فيه عن النادي إن شاء الله كنت مبسوط فيه؟ يعني اكيد انا مبسوط بيني وبين اخواني، هذول اخواني من عشره من زمان، وخاصه اللاعب انس جبرات ابشركس وخليل بن عطيه، هذول زي ما بيحكوا بقطع لهم بحور. يعني ان شاء الله اقدم الصوره الايجابيه لنادي الفيصلي ولجماهيره ان شاء الله رب. معنا الكابتن ابو احمد. كابتن ابو احمد، شو بتحب تحكي كلمه لسعيد مرجان وترحب لنا فيه نادي الفيصلي نادي الزعيم؟ السلام عليكم الكابتن سعيد. انضم لنا نفس الكتيبه خليل بن عطيه. الكابتن سعيد هو ابن النادي الفيصلي من اللحظه اللي وقع فيها مع النادي الفيصلي، فبنتمنى له التوفيق وراح يقدم اضافه كبيره لفريق النادي الفيصلي. سعيد مرجان لاعب كبير والنادي الفيصلي كبير، ان شاء الله الاثنين مكملين لبعض، ونتمنى له التوفيق هو ولدنا من هذه اللحظه ان شاء الله رب. وانضم لنا الكابتن ابو حمزه خليل بن عطيه. شو بتحب تحكي لسعيد مرجان؟ اول شيء ابو السوس مش غريب علينا، نورت نادي الفيصل، نورت اللاعبين، بصراحه راح تكون اضافه كثير كبير لنا، واحنا ان شاء الله بظهرك وانت بظهرنا، وان شاء الله راح نعمل انجازات ان شاء الله قدام، ترفع راسنا وترفع راس النادي ان شاء الله. ان شاء الله شو اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا ابو مرجان، وكل الحب والاحترام ودعوات كلنا في المباراه ان شاء الله. السلام عليكم، انس جبارات معللكم.